دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، للفقر ونقص الأموال أثار نفسية مدمرة للإنسان. صحيح. فما هي الأبحاث العلمية الحديثة وما توصلت إليه بخصوص الفقر ونقص الأموال؟ الحقيقة الله تبارك وتعالى منحنا الكثير من الرزق في هذه الدنيا، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببلاء هو نقص في المال، في الأنفس، في الثمرات. ما هو هدف هذا البلاء؟ البلاء في القرآن معناه الاختبار، اختبار من الله. يعني الله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. فأنت عندما تحضر معدن الحديد تراه من الخارج يلمع وتراه جميلا جدا وقويا، ولكن عندما تخضعه لاختبار، اختبارات الضغط مثلا، تجده ينهار، يكون في داخله تشققات ومشاكل وصدأ، ولكنك لا تراه في الداخل. إذن أنت كيف تختبر أي شيء في الطبيعة؟ تعرضه لضغوط عالية فيظهر معدن هذا الشيء. سبحان الله. وبالتالي الإنسان نفس الكلام ينطبق عليه، يعرض لاختبارات، يعرض لاختبارات، ومنها نقص الأموال. يعني مثلا في عام 2008 عندما حدثت الأزمة المالية العالمية، هناك عدد من الناس فقدوا وظائفهم فأصيبوا بقلق واكتئاب، وأدى بهم ذلك إلى الانتحار. هناك حالات انتحار كثيرة سجلت في الولايات المتحدة عام 2008 بسبب نقص الأموال لديهم وتراكم الديون، ولأنهم ليس لديهم يقين بالله عز وجل، ما فيش إيمان. وبالتالي عدم وجود هذا اليقين أدى بهم إلى الاكتئاب وإلى الانتحار، لأن الذي ينتحر يكون قد وصل إلى اكتئاب حاد وإلى مرحلة يأس كبيرة جدا، فلا يجد أمامه إلا أن يتخلص من هذه الحياة، لأنه ليس لديه أمل في الحياة الآخرة. وبالتالي فإن نقص الأموال إذا لم يترافق بالإيمان بالله وبالصبر وبإدراك أن لك مكافأة يوم القيامة من الله، وأن هذا بلاء سيزول قريبا، إذا لم يكن لديك هذا الأمل سوف يصيب، ليس فقط بالاكتئاب الذي يؤدي أحيانا للانتحار، يصيب بمشاكل قلبية أيضا. سبحان الله. هناك حالات، يعني نوبات قلبية حدثت بسبب أن إنسان ترك عمله أو فقد عمله فأصيب بهذا، لأنه فقد الأمل من كل شيء، وهي قلة إيمان طبعا. الدكتور، سبحان الله. نعم. بماذا تطرق القرآن الكريم في مسألة الحث على الإيمان بقدر الله؟ نعم، طبعا القرآن الكريم هناك نص في سورة البقرة عظيم جدا، يعني أنا أتمنى كل إنسان ليس أن يطلع بل أن يحفظ هذا النص، يجعله منهجا في حياته. كلنا نعاني اليوم من مشاكل اقتصادية ونفسية وأمراض وغير ذلك، ومشاكل اجتماعية أيضا، كيف نعالج ذلك؟ الله تبارك وتعالى، انظر دقق معي، قال عز وجل: ولنبلونكم، لنختبرنكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. أولا والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن ماذا؟ وبشر الصابرين. كل الاختبارات. نعم، اختبارات، ولكن أعطاك الحل. الحل الصبر. ثم قال في الآية التالية: الذين إذا أصابتهم، هؤلاء الصابرون يتحدث عنهم طبعا. وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، ما هي نتيجة هذا السلوك أيها المؤمن إذا صبرت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وسلكت هذا السلوك الإيجابي المتفائل في حياتك؟ ما هي النتيجة؟ تأتيك الآية التالية: أولئك عليهم صلوات من ربهم. انظر، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يعني انظر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك، يعطيك المشكلة والإجابة، تمام، بمجرد أنك تصبر فإنك ستكون من الذين يرحمهم الله، وعليك صلوات من الله، ليس صلاة، والصلوات هنا بمعنى رحمات تتنزل عليك.
وبالتالي عندما تنتقل لآية أخرى تجد قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فعندما تثق هذه الثقة الكبيرة بالله فإنك تستطيع أن تواجه أعتى وأسوأ أنواع المشاكل بكل بساطة وبصبر عظيم. جميل، كما يعني سيدنا يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله والله المستعان. المستعان على ما تصفون. هذا السلوك هو الذي سيؤدي بك إلى ماذا؟ سيؤدي بك إلى رحمات تتنزل عليك، وبالتالي تتخلص من المشاكل التي يعاني منها الملحدون، طبعا مشاكل القلب، مشاكل الدماغ، مشاكل الانتحار. النوبة القلبية، الاكتئاب وغير ذلك. فالحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحمدين يا دكتور. بارك الله بكم، شكرا جزيلا دكتور وجزاكم عبد كل الدين. خير. يا اهلا وسهلا.